السلام عليكم. مواطنون بلا وطن، وحياة بلا أحياء، وبنوك بلا سيولة، ومدن لم يعد يعرفها العابرون، وملامح هوية بدأت بالتحلل، وأحجار الزينة والولاعة التي تحرق العربات المدرعة، وأخيرا طائرة بدون طيار. هذا الخليط الميليشياوي الذي تحول إلى محطة من محطات الألم الساخر في يوميات اليمنيين، التي حوت كل ألم على طريقة المرويات. وكم في بلادي من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكاء. صناعة الجوع والوهم هو السائد منذ الانقلاب والاجتياح، وبيع الوهم لشعب يموت جوعا وثرواته وموارده تذهب مجهودا حربيا لميليشيا الحوثي أو أصولا بنكية للمخلوع بعضها تتعقبه لجنة العقوبات والبعض لم تتعقبها بعد. حراك الرأي العام إزاء الخرافات الحوثية الصالحية الجديدة، من الصواريخ بعيدة المدى إلى طائرة بدون طيار، لم يصمت بل أعقب هذه الأوهام موجة تهكم واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث. واللافت للأمر أن الميليشيا تتغافل عن سمة هذا العصر الذي يتم بالعلم والفضاء المفتوح والتكنولوجيا ومحركات البحث التي من شأنها أن تكشف الوهم في غضون لحظات ضوئية، إلا أن وسائل إعلام الميليشيا تعاملت مع الحديث كما لو أن المواطن اليمني لا يزال في القرون الوسطى لا يعرف من الآلات سوى الجمل ومعصرة الخردل. غير أن السؤال الأهم مشاهدينا الكرام، هل الخرافة والعنف متلازمة للجماعة الفاشية؟ وهل أصبحت صناعة الوهم والجوع حرفة بيد ميليشيا الانقلاب للفت انتباه الناس عن حياتهم التي أصبحت في حافة الانهيار؟ هذا ما سنحاول إجابة عن في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. مشاهدينا الكرام، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. وكذلك وفي إنجاز مهم ونوعي، بدأ في تصنيع طائرات بلا طيار. بجرأة بالغة تحدث سيدهم عن تصنيعها، وتلقفتها جوقة من المحيطين به، فأضافوا لها أسماء وبهرجا رسميا قبل أن تصبح خبرا على فضائياتهم. ووزعتها وحدة الإنتاج في الإعلام الحربي لطائرة راصد الاستطلاعية محلية الصنع. لكن للحقيقة وجه آخر، فهذه طائرة راصد التي زعم الحوثيون تصنيعها ليست سوى لعبة صينية تعرض في مواقع الإنترنت ثمنها 170 دولارا، مصنوعة من الخشب وتعد من ألعاب الأطفال وهواة الطائرات. فيما الأخرى والتي أطلق عليها اسم رقيب هي لعبة صينية أخرى لا يتجاوز سعرها 100 دولار، صناعة المستحيل بحسب إعلامهم وبتدشين رسمي من قبل قيادات الميليشيا، يراه كثيرون أنه تدشين لصناعة أخرى هي الجوع والوهم. حالة تسويق الأوهام والأفكار المضللة كما يراها الشارع اليمني تسعى لإزاحة الصورة أمام حالات الجوع والعناء الإنساني الذي خلفه الإنقلاب أو القطرنة بنسختها الجديدة كما وصفها ناشطون. تجارة جديدة هي بيع الوهم لشعب يموت جوعا، بينما ثرواته وموارده تذهب مجهودا حربيا للحوثي أو أصولا بنكية للمخلوع. يلجأ الانقلابيون للهروب من مأساة اليمنيين وتعزيز قدرات محاربيهم المنهارة بانتصارات وهمية تبدو الطائرات بلا طيار أحد تلك الانتصارات، التي أصبحت تثير السخرية في أوساط اليمنيين والغضب لدى الجياع. والولاعات لهم بالمرصاد. وليس ببعيد عن ذلك ولاعة زعيم الحوثيين والراتب الممغنط وأحجار الزينة وغيرها، فهي تكشف الجانب الآخر لهذه اللعبة التي بدأت بأكذوبة تحرير اليمنيين وكسر الجرعة. سنولد الكهرباء بالطاقة النووية. كما أنها لا تختلف عن أكاذيب صالح الذي ظل طيلة 30 عاما يمني اليمنيين بالمنجزات الوهمية منها الطاقة النووية والتخلص من البطالة والفقر، لكنها ظلت وعودا لا قيمة لها، وكلما زاد اليمنيون فقرا زاد صالح وأقرباءه ثراء، وهو ما يحدث الآن أيضا. الخرافة والعنف كمتلازمة لجماعة الحوثي والتي تشكل امتدادا لخرافات الحكم الإمامي البائد، وكأن اليمنيين يعيشون عزلة عن العالم أو هكذا يخيل إليهم، إلا أن اليمنيين باتوا أكثر إدراكاً للخرافات الحوثية الجديدة، وما تلعبه وسائل الإعلام المرئي والإلكتروني في كشف هذا الوهم وتحويله إلى مادة للتندر والسخرية إلا دليل واضح على ذلك. لمناقشة هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ ضياء السعيد الناشط السياسي من روسيا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ضياء. أهلاً وسهلاً. مساء الخير أختي آسيا، أشكركم على الاستضافة الكريمة في القناة الرائدة، قناتكم بلقيس. أهلا بك ضياء. لو بدأنا الحديث معك بمناقشة كيف يستطيع الحوثي صناعة الوهم للناس وإنتاج هذا الكم الكبير من الخداع، ما الذي يعكس هذا الأمر من وجهة نظرك؟ في الحقيقة
صناعة الوهم هي سياسة تتبعها جميع الميليشيات المفرسة حول العالم، والتاريخ شاهد على جماعات مماثلة وسياسات مماثلة اتخذتها ميليشيا حول العالم. إن دل هذا على شيء ما يدل على إفلاس الجماعة في تقديم أي وقائع على الأرض الواقع وأي حقائق ملموسة للمواطن، فيتم إشباع المواطن بالزيف والوهم. وأكثر ما يراهن عليه الآن الجماعة وجماعة الحوثي هو المقاتلين، لأنهم أدركوا أو يدركون أن الشعب اليمني الآن يتمتع بوعي عالي، وعي اجتماعي وفكري عالي، لذلك هم يراهنون على مقاتليهم وخداع مقاتليهم للاستمرار بحشد ورفض الجبهات بالمقاتلين من أبناء القبائل. نعم. طب ضياء، يعني لماذا إذن تنتهج الميليشيا هذه الخرافة كوسيلة لتضليل الجماهير؟ في الحقيقة هم ليس لديهم أي شيء ليقدموه الجماهير، ليس لديهم أي حقائق، ليس لديهم أي الجماهير غاضبة، الشعب اليمني جائع، الشعب اليمني يتضور جوعاً، كل هذا بسبب السياسات اللي اتخذتها ميليشيا الحوثي على مدار عامين. اليوم الحوثي أفلس تماماً، ليس لديه أي شيء ليواجه به الغضب الشعبي العارم في المناطق التي تحت سيطرته، لذلك يتوجه إلى سياسة بيع الوهم والزيف التي لم تعد تنطلي على أحد في عصر السرعة وفي عصر التكنولوجيا. نعم. طيب ضياء، يعني أنت قلت أن هذه الأوهام لم تعد تنطلي على الناس خاصة في عصر التكنولوجيا، وبوجود شباب كثر أمثالك وأمثال الكثير من الشباب الذين استطاعوا أن يفندوا مثل هذه الأكاذيب ببساطة، يعني بمجرد بحث بسيط في الإنترنت ظهرت هذه الأكاذيب. برأيك هل يمكن أن تنطلي مثل هذه الأكاذيب على من في الداخل، من ربما الناس البسطاء؟ طبعا أنا أستثني الجماعة المغيبة التي تتبع يعني عبد الملك وأمثاله بسبب أنها يعني مؤمنة كل الإيمان بما سيقوله، لكن البقية الذين هو ينتظر متى سأستلم الراتب، متى ستفرج هذه الأزمة، هل يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب؟ إذا كنا نتحدث عن العامة، العامة اليوم العامة والشريحة الكبيرة من المجتمع اليمني تتمتع صراحة بوعي اجتماعي وفكري عاري جدا. اليوم الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي موجودة في كل منزل من منازل اليمنيين، موجودة في القرى، موجودة في العزل. هذه الثورة أيضا ثورة فبراير ما عملته من خلق وعي اجتماعي وفكري لدى الناس هي كانت ثورة على جميع المستويات. صحيح. لذلك أصبح للناس وعي يجابه مثل هذه الأوهام والزيف التي تقدمها اليوم جماعة الحوثي. لذلك لا أعتقد أن مثل هذه الأوهام قد تنطلي حتى على المواطن البسيط، لأن المواطن البسيط يتضور جوعاً ويريد المرتب، ولا يمكن أن يقايض المرتب بأوهام هذه الطائرة التي الوهمية أو البلاستيكية التي أخذوها من متجر صيني أو أشبه ذلك. نعم. إذن ضياء ابقى معنا، سينضم معنا عبر الهاتف الأخ أو الأستاذة همدان العلي الصحفي من الرياض. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ همدان. لو أردنا الحديث عن الأساس الفكري لمثل هذه الخرافات التي تظهر بها ميليشيا الحوثي من فترة لأخرى، على أي أساس تبنيه برأيك؟ طبعا مثل هذه الدعاية هو أسلوب قديم مارسته الإمامة، يعني تجهيل أو استغلالا لجهل العامة خلال سنوات حكمها أو فترات حكمها الطويلة. نعم. كانت تؤثر وتسيطر وتوجه المجتمع اليمني الذي كان صاحب أغلبية يعني أمية ولا يملك الأدوات التي يملكها اليمنيين اليوم، توجهها لصالحات كثير من يعني لما يساعدها على استمرار حكمها. اليوم
يجب أن نقول بأن الإعلام الحوثي أداة من أدوات قهر الإنسان اليمني، وهو كما هو معروف أن الإعلام إذا استخدم من قبل السلطات الدكتاتورية فهو وسيلة من أهم الوسائل التي تمكن الحاكم الدكتاتوري في إخضاع المجتمع الذي يحكمه. اليوم يموت اليمني جوعا في منزله بسبب تأثير وسائل الإعلام، وهذا يعني أمر يحتاج منا كنخبة وكمتعلمين كرواد المواقع والصحف أن نحاول تنوير أبناء المجتمع اليمني يعني توضيح الصورة الحقيقية، ويعني التأكيد على العدو الحقيقي والذي عمل على تجويع المجتمع اليمني. نعم، إذن همدان، يعني برأيك هل الخرافة والعنف يمكن أن نقول عنهما متلازمتان للجماعات الفاشية؟ بالتأكيد. وللعلم الجماعات الدينية هي أكثر الجماعات التي استغلت الخرافة والعنف لتثبيت حكمها في كثير من النماذج، سواء تاريخية أو على مستوى الجغرافيا في الكرة الأرضية. نعم، إذن يعني هل أصبحت صناعة الوهم ويعني بيع هذه الأوهام حرفة بيد ميليشيا الانقلاب؟ كلما ضاقت عليها الخناق أو كلما ضاق عليها الخناق ويعني أرادت أن تلفت انتباه الناس عن مشاغلهم الأساسية والبحث عن ضرورات حياتهم الأساسية، خرجت لهم بمثل هذه الأكاذيب والخرافات؟ طبعا جماعة الحوثي هي لم تصبح، أو الخرافة أو الدعاية هذه لم تصبح أو ليست وسيلة استخدمت حديثا، وإنما تستخدمها جماعة الحوثي منذ أن كانت في صعدة، وكما قلنا سابقا هو امتداد لأسلوبها في إخضاع المجتمع اليمني، امتداد لأيام الحكم الإمامي في هذا الجانب، إنما هي كرست أو ضعفت هذا الأسلوب وضعفت العمل على موضوع ضخ الدعاية وضخ الأوهام وضخ الشائعات. يعني مؤخرا يعني أطلقوا يعني أكذوبة بين الوسط اليمني أنه يعني لقاحات شلل الأطفال مثلا نعم صحيح، يعني تؤذي أو تصيب الأطفال أو أطفال اليمن بالعقم بالأمراض المختلفة بالتوحد، وهذا امر يعني امر خطير جدا. فانا اعطيك نموذج بسيط حصل قبل ايام، يعني وتحدث مثل هذه الامور دكتور او يعني وكيل محسوب على الحوثيين او عينه الحوثيين في وزاره الصحه. هذا الاسلوب تم يعني مضاعفته خلال الفتره الحاليه لانهم يمرون بحرب، ومثل هذا الاسلوب او ايهام الناس او تزييف على الناس وسيلة من وسائل تثبيت قوتهم أو صمودهم إلى اليوم. نعم. لولا الإعلام ما كان لما صمدوا إلى اليوم. نعم، إذن همدان، يعني لو أردنا أيضا الحديث عن أحوال الناس التي يعني هي تتردى يوما بعد يوم، المنظمات تعلن نداءاتها هنا وهناك، الناس بحاجة إلى يعني ضروريات حياتهم بدءا من الراتب انتهاء بأشياء كثيرة، والجماعة تخرج لهم باختراعات تصرف عليها كمجهود حربي ما يمكن أن يسد رمق هؤلاء الجائعين، كيف يمكن الحديث عن هذه النقطة؟ طبعا يعني ما نشروه أمس من أخبار حول تصنيع مثل هذه الطائرات بدون طيارة، يعني الجميع يعلم أنه يعني استخفاف بعقول يعني اليمنيين، لكن للأمانة مثل هذه الأخبار تؤثر في شريحة واسعة. طبعا مثل هذه الأخبار الحوثيين يعرفون جيدا بأنها غير واقعية، يعني هم يدركون ذلك، لكنهم يعرفون أن هناك جمهور يتأثر مثل هذه الأطروحات وقد يتخلى عن رغيفه وعن معاشه وعن راتبه لمجرد أنه عرف بأن اليمن أصبحت تصنع طائرات بدون طيار، لأن احنا شعب عاطفي للأمانة وتؤثر في كثير في هذه الأطروحات، ولهذا هم لا يفعلون شيء بشكل عبثي، هم يكون جيدا بأنها دعاية وأنها كذوبة، وأن هناك كثير من اليمنيين المتعلمين يعرفون بأن أنها خطوة عبثية وإنما ضحك على اليمنيين، لكنهم أيضا يعرفون جيدا بأن هناك جمهور وهو كبير جدا في المناطق النائية في القرى البعيدة في زمن لا كهرباء في اليمن
يدركون جيدا بان هناك من ستؤثر مثلهم فيهم مثل هذه الاخبار الكاذبه، وفي النهايه مثل هذه الاخبار لن تشبع الجياع في اليمن، لن تحمي المرضى في اليمن، لن توقف الاوبئه في اليمن، لن تؤثر ما يعني اذا فكر الانسان اليمني بشكل اكثر دقه، الطائره ما الذي ستفعله؟ ستفجر مثلا اذا يعني اعتبرنا مثل هذه الاخبار صحيحه، تفجر طاقتي، تصور شخص، هذه حلول، هذه بالنسبه للحوثيين يعني انا من غير المنطقي اقول نجاحات، وانما يعني مجاراه لعقول البعض قد تكون يعني لحظيه، صارت لحظيه، لكن في النهايه اليمنيين او اليمنيون يموتون جوعا ويموتون من الامراض والاوبئه، يموتون يعني يتشردون، يموتون عطشا، يموتون يعني باشكال مختلفه، وهذه امور سببتها جماعه الحوثي بالتاكيد. جماعه الحوثي باختصار تحتجز اليمنيين في المناطق الخاضعه لسيطرتها كالرهائن. إما أن تلبي الشرعية مطالبهم وتسلم لهم البلاد، وإلا ستحتفظ بهذه الرهائن الذي هو المجتمع اليمني، وليموتوا جوعا وليموتوا فقرا ومرضا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي همدان العلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، يعني تحدث الأستاذ يعني همدان عن استغلال جهل العامة منذ القدم بالنسبة للإمامة مثلا، كانوا يستخدمون نفس هذه الأشياء، يعني الآن نجد أن الميليشيا تستخدم نفس الأسلوب، كلما وجدت نفسها محاصرة لجأت إلى مثل هذه الأكاذيب، كما أننا يعني تذكرنا بنسخة قديمة أو نسخة مطورة مما كان يحدث أيام الإمام وحديثه عن الجن الذي يخرج من الراديو وأسلوب القطرنة وما إلى ذلك من الخرافات التي كان ربما تنطلي على شعب يعني تعمد تجهيله. هل يعني يمكن أن نقول أن هذه امتداد لتلك الأكاذيب؟ بالتأكيد أختي آسيا، هي امتداد طبيعي، طبيعة الجماعة هي ذاتها جماعة، التي الجماعة ذات الطبيعة نفسها الإمامية التي حكمت في ما قبل ثورة سبتمبر، لذلك من الطبيعي أن نجد تشابه الوسائل كبير جدا أو تطابق الوسائل مع اختلاف النوع أو الطبيعة باختلاف العصر. لديهم وقاحة شديدة، حتى أنهم لم يقوموا بتنكير هذه الطائرات أو بطليها بلون آخر، ولكن أخذوها من السوق وعرضوها كما هي، يعني حتى اللواصق باللغة الإنجليزية على ما زالت على حالها، ولم يقوموا يعني استغباء للشعب بشكل كبير. لا أدري هل ما زالوا، وأعتقد أنهم ما زالوا يظنوا أن الشعب اليمني يمكن أن يصدق مثل هذه الخدع ومثل هذه الحيل السخيفة التي لم تعد تنطلي على المواطن البسيط الذي لا يتمتع حتى بالتعليم العالي، لأنها واضحة جدا. نعم، يعني إذن ردة الفعل الشعبية والرأي العام ضياء، كيف وجدتها؟ بصراحة الشعب اليمني منذ ثورة فبراير وهو يواجه هذه الأزمات والخسائر وهذه الصدمات بطريقة جدا مرنة، ويحولها إلى مادة للتندر والتنكيت. ففي وسائل التواصل الاجتماعي انطلقوا شباب النشطاء وشباب مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا بصناعة النكت وصناعة المحتوى الكوميدي بسرعة كبيرة جدا. عندما سمعنا عن الطيران، عن طيارات بلا طيار، فكالعادة واجه الشعب اليمني هذه الأوهام بالتنكيت والتندير، وهذه في الحقيقة هي ردة فعل طبيعية للشعوب المقهورة، الشعوب المغلوب عليها تجد في النكتة السياسية منفذ للترويح عن النفس. نعم، إذن ضياء ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الإعلامي محمد الربع من مأرب. مساء الخير محمد.
ألو محمد، هل تسمعني؟ أسمعك يا أستاذ. نعم، يبدو أن الصوت يتأخر قليلا. إذن محمد، من أحجار الزينة إلى الولاعات إلى الطائرة بدون طيار، كيف تعلق على هذا المسلسل العجيب الذي تصدره الميليشيا؟ هذه استراتيجية يعني ليست وليدة اليوم. نعم، هذه الجماعات تبني أفكارها وتبني خططها وهذه الأشياء كقاعدة أساسية لحشد الناس في قاعدة فلسفية تقول إنه إذا أردت أن تسيطر على الناس اجعلهم يعيشون في خطر، يعني حسسهم إنهم في خطر لا تستطيع بعدها السيطرة عليهم. هؤلاء الناس جعلوا من هذه الأشياء مع أنهم عارفين إنه ممكن الناس يكتشفوها أو الناس سيكذبوها، لكن لا، تأثيرها الآني وتأثيرها اللحظي هذا هو المطلوب. فمثلا يعملوا لك اطلقنا صاروخ مع انك عارف انه ما فيش صاروخ، اطلقنا صاروخ الى الرياض، مش مهم الناس ايش تقول، لكن في اللحظه الانيه اوجد لك حدث واوجد لك اشياء تلهي الناس عن الواقع الحقيقي لما يعيشوا. هذه استراتيجيه وليست يعني غباء، هذه استراتيجيه تضليل الناس واشغالهم بامور تافهه من اجل يعني تحقيق اهداف اخرى غير الذي يفتكروا او يعني والذي يفكر فيها المواطن البسيط. لديهم اهدافهم وهذه الشائعات مدروسه واستغفال الناس بهذه الطريقه مدروس ايضا، ولديهم ايضا زبائن يروجوا لهذه الاكاذيب ولهذه المفرقعات الاعلاميه وتحدث يعني بلبله ايضا من الاسباب التي يعني تنتشر هذه الاشياء ويتروج لها، وأنهم حاصرين على أتباعهم فكرة توحيد مصدر المعلومة. نعم. هل تؤتي ثمارها هذه محمد، هل تؤتي ثمارها هذه الاستراتيجية التي تحدثت عنها؟ هل فعلا هم يستفيدون من البلبلة التي يخلقونها حول أنفسهم، التي يعني ربما أجدنا في كل مرة تطيح بهم أكثر؟ تطيح بهم أكثر نعم، لكن لدى الطرف الآخر، أما لدى الطرف أتباعهم فهي تعمل حالة من النصر المعنوي، تعمل حتى ولو كذبوها، لكن عملت لها تخدير لحظي أصبح يعني يحس بالنشوة ويحس بالانتصار مع أنه لا يوجد لا شيء. إذا مثلا ينتقل إلى استراتيجية ثانية وهي استراتيجية التكذيب، مثلا نعم. تقول له سيطروا على عدن، يقول لك لا ما سيطروش، ما فيش اخبار عن هذا الشيء، وهي استراتيجيه التكذيب، يعني حتى لو وصل لصنعاء سيظل يكذب انه حدث اي انتصار عليهم، سينكر انها مجرد شائعات، يظل يكذب في الوقت نفسه يصنع شائعات وانتصارات واميه، الى درجه انه في هذه الفتره مثلا ما يقولش لقد قمنا بالسيطره على قريه كذا في الحدود، لا، يعمل لك عنوان عريض وهو تقدم كبير لما خلف الحدود، الجبهات لما خلف الحدود، خلاص الناس ما عاد يسالوش ما اي خلف الحدود، ما هي المنطقه، ما لا، اعمل لك عنوان عريض تم التقدم الكبير في جبهه ما وراء الحدود، خلاص الناس مش منتظره ومش يعني فاضيه اني تسال ايش هذا الذي حصل وراء الحدود. نعم، إذا محمد، أشرت في أحد منشوراتك أن أيضا هناك طائرة منهوبة نهبت على يمن شباب أثناء دخول الحوثيين، يعني ظهرت في العرض الذي تحدثون أنه من معرض صناعاتهم، كيف تتحدث عن هذه النقطة؟ يعني أصبحوا بلا خجل حتى على مستوى أن يعرضوا أشياء الآخرين التي تم سرقتها؟ هذه الطائرة أذكر أنه تم شراءها من أجل إنتاج برنامج سياحي وإنشادي لمن شباب، كان اسمها الكنيزة، كان تقريبا قيمتها في هذه الفترة 1200 دولار. نعم. وطائرة معروفة وتستخدم في التصوير وتحمل كاميرا صغيرة وموجودة لكل الهواة، حتى مواطنين عاديين يمتلكونها. عند اقتحامهم في البداية استحوذوا عليها وقاموا بعرضها، أن أولا استخدموها أنهم أسقطوا طائرة بدون طيار، وعملوا على هذا أسبوع أو أسبوعين أنهم أسقطوا طائرة بدون طيار. بعد فترة انتقلوا إلى التصنيع أنهم صنعوها. ثانيا
استخدموها في حقهم الاحتفالات في المولد النبوي وايضا في الحشود القبليه، وعلى اساس انه هذا ابهار وهذا وهي عباره عن كاميره عاديه يقدر اي مواطن الحصول عليها. يعني مولد النبوي كان الطقوم ياخذوها سرق من الناس من الدوله، ولا الجبايات ياخذوها من المحلات والتجار، واللوحات ايضا يلصقوها بمبالغ، ايضا الكاميرات والتصوير ايضا حرام، ويقول لك هذا مولد نبوي. كل شيء يتم بنهبه من الناس ولكن استغفال الناس. انا الذي ادهشني انني شفتها معروضه في هذا المعرض، وانها عباره عن انجاز كبير وانه تحقيق انتصارات وكذا والتقنيه، ويعطوا يجيبوا لك شخص على اساس ملثم خايف عليه يشرح تقنية الطائرات هذا، وأنهم بسبب الخوف عليه وعدم استهدافه غطوا على وجهه، وهي طائرة عادية صينية تقدر تشتريها من أي يعني من أي متجر، وأيضا موجودة حتى في صنعاء أظن في أحد المحلات، لكن تسويقهم أن هذه الطائرة هي إنجازنا. طيب إذا استطعت أن تنجز طائرة فلماذا لا تستطيع أن تنجز مضاد طيران؟ لم تسقط اي طائره لحتى اليوم. طيب اخترع مضاد طيران بدل الطائره واسقط لنا طائره نشوف، لكن استغفال الناس. حتى مثلا عندما احد الطائرات اسقطوا خزان وقود، عباره عن طائرات يعني تسقطه في حال اصبح في ثقب، اسقطوا خزان الوقود تم نشرها انه هذا اسقطنا طائره وكذا، اتوا الناس يفحصوا وانه عباره عن خزان وقود، لا يهمهم اكثر مما يهمهم انهم اعملوا ضجه واعملوا حديث واعملوا يعني انتصار معنوي المعنويات اتباعهم. نعم. واستطاعوا ان يجلبوا حشد جديد للقتال. هل يمكن القول محمد، يعني كان يحدثنا الاخ همدان العلي وايضا الاخ ضياء السعيدي عن يعني امتداد هذه الاكاذيب، يعني منذ الامام الذي كان يخيف الناس من الراديو بان هناك جن تتحدث، اسلوب القطرنة الذي كان يستخدمه ويعني يحدث به الناس في تلك الفتره، استغلال جهل الناس، هل يمكن ان نقول انه امتداد لتلك الاكاذيب؟ نعم نعم، ها يعني ليس مجرد امتداد، ولكن هذا هي البضاعة الذي ممكن ان يستغفلوا الناس ويسيروهم ويتحكموا بعقولهم. كان وقت الامام نعم يوجد القطرنة قطرنة وهي الشعب، الى درجة ان واحد احد الكتاب اتى من دولة اخرى وكان لديه كشاف، هذا الكشاف اليدوي، قال فدخلت احد القرى وفي الظلام اخرجته من كيسي وولعته وهكذا من اجل اشوف الطريق، قال كل اصحاب القرية قال يعني تكلموا ايش هذا اختراع، هذا اكيد هذا نور من نور الامام. قال فانا لو اجلس افهمهم انه هذا عباره عن بطاريه وعباره عن كهرباء يتم شحنها وتصدر ضوء، قال ما يصدقونيش ولا يستوعبوا. قال اضطريت اقول لهم نعم هذا من نور الامام. قال فوصلت الى عند الامام فاعجبتها الفكره والمصطلح انه نسب اليه. قال انا اضطريت ان يعني اخارج نفسي فقلت نور الامام، اعجبت الامام هذا الفكره، لانه ما دام في استغفال للناس، ما دام في ضحك عليهم، ما دام يعني انت تستطيع ان تمشيهم يمين وشمال بهذه الطريقه انا معك خلاص، وارتاح للفكره انه قال هذا من نور الامام. فهذا فكره اجدادهم وفكره قديمه، ليس هم وحدهم، ايضا حتى الجماعات يعني الذي تبنى على هذا العقائد المشوهه ايضا تستخدم هذا الاسلوب واسلوب التضليل وتصنع الاكاذيب من اجل السيطره ومن اجل يعني التحكم وتسيير عقول الناس. نعم، إذا شكرا جزيلا لك محمد الربوع الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. إذا مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى ضياء. ضياء كنا نتحدث معك قبل مداخلة الإعلامي محمد الربوع عن يعني كيف أصبح الشعب اليمني يتهكم ويتندر من واقعه الذي يعيشه، ربما لإدخال البسمة في يعني وجوه أو على وجوه الناس، ربما يعني مداراة للواقع. أنا يعني تصفحت صفحتك على الفيسبوك، وجدت أيضا أن هناك الكثير من التهكم من قبلك، ولكن ربما لفتتني فكرة يعني اصرفوا لنا مستحقاتنا ونحن قادرون على العودة
وصناعة الطائرات وأيضا القطارات، أشرت إلى هذه النقطة، حدثني عن هذه الفكرة. نعم، في الحقيقة أنا طالب مبتعث في روسيا الاتحادية، وللأسف كحالي كحال بقية الكثير من الطلاب حول العالم لم يتم صرف لنا صرف المستحقات والمالية لنا منذ 3 أشهر. آخر مرة تم صرفها كانت من قبل الحكومة الشرعية، وللأسف اليوم يأتي الحوثي ويتحدث عن طائرات بلا طيار، وأنا كمختص في الموضوع أدرس الهندسة التكنولوجية الدقيقة، أؤكد لك أن صناعة طيارة حربية يمكن إطلاق عليها طائرة مسمى طائرة بلا طيار يتطلب إمكانيات ضخمة جدا غير متوفرة حاليا، لا أعتقد أنها متوفرة حتى في دول مجاورة، فضلا عن كونها متوفرة في اليمن. لذلك نحن نطالب يعني بصرف المستحقات، ونعدهم أن نصنع بعد ذلك طائرات واختراعات تخدم الجمهورية اليمنية، تخدم المشروع الوطني، لا تخدم عائلة ولا مشاريع ضيقة ولا مشاريع مذهبية وسلالية. نعم، هذا هو الحال الذي وصلنا إليه الحوثي. صحيح. للأسف. إذن ضياء ينضم معنا أيضا عبر الهاتف، أويس المقبول الناشط السياسي من الحديدة. مساء الخير أستاذ أويس. أستاذ أويس، يعني الوضع في تهامة في الحديدة وضع لا يسر عدو ولا حبيب، مجاعة في الحديدة وطائرات بدون طيار في صنعاء، حدثنا عن الوضع الإنساني في تهامة بشكل عام. أهلا وسهلا فيكم في قناة بلقيس، هذه القناة الرائدة، والذي نشكركم على هذه اللفتة الإنسانية لمحافظة الحديدة. طبعا إذا تحدثنا عن الوضع في تهامة فنحن نتحدث عن صورة مصغرة لما يحدث في اليمن، لكن هذه المحافظة يعني عانت ما لم تعانيها المحافظة التي انفجرت فيها الحروب. نعم. محافظة الحديدة المقبلة الآن ربما على معركة التحرير، لكن الوضع بداخلها لن يتحمل إطلاقا. معارك التحرير تحتاج لها جهود إغاثية، تحتاج لها يعني الكثير من التجهيزات حتى لا يموت الناس جوع، لكن في الحديدة مات الناس من الجوع قبل أن يدخلوا أبطال التحرير أو الجيش الوطني. طبعا أبناء تهامة ينشدون التحرير، وما حدث من استقبال لأبطال تهامة لأبطال الجيش الوطني في منطقة يختل، هذه المنطقة التي تعتبر أول منطقة تتبع انتخابية مديرية الخوخة، ورفعهم لصورة الرئيس الشرعي عبد الربو منصور هادي قبل أن تتحرر نهائيا، هذا يعتبر صورة مصغرة عن تهامة. يعني فصحيح أبناء تهامة في طبيعتهم إناث مسالمين لا يريدون حروب، لكنهم مع دخول هذه طبعا من مئات السنين أو من عشرات السنين من أداء العهد الإمامي الكهنوتي لم نسمع عن أي معارك، عن حتى ولو بشكل بسيط ولو حتى بين قبائل لم تحصل قط من دخول هذه الميليشيات الإجرامية التي لم تخلي أحدا في حالة. أهلكت الحرب النصر، ظهرت النزعة القتالية في أبناء تهامة، وظهرت القيادات من أبناء تهامة في المعارك، وهذا دليل على أن أبناء تهامة برغم سلميتهم برغم لكنهم فيهم نزعة بطولية، فيهم رجال، واندلعت معارك داخل الإقليم التهامي برغم الذي حصل، وغادر وانطفأت هذه الجرحات. الوضع الإنساني إذا تحدثنا عنه فنحن نتحدث عن يعني مأساة بمعنى الكلمة. ماذا يعني وصل بنا الحال إلى أن الدكتور في جامعة الحديدة أصبح يعمل خباز يعني إلى يموت. نعم، يعني تحدثت عن شواهد لهذه مآسي الجوع الذي يعني تمر بها الحديدة، هل حدثتنا عن يعني بعض هذه القصص؟ كما ذكرت لك أنه أحد الدكاترة أو أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحديدة
يعمل خباز. نعم. هذه صورة مصغرة. موظف الدولة منذ 6 أشهر بدون رواتب. عالقين بين وعود وتصريحات قيادة الشرعية والذي لم ترى النور حتى الآن منذ شهرين، ونحن ننتظر تصريحات وكلاء المحافظة القيادة الشرعية، فقط تصريحات لم تصل أي مرتبات إلى هذه اللحظة. ما بين هذه التصريحات والمسكنات التي تعطى للموظفين والعاملين في قطاع الدولة وبين تهديدات وعيد الميليشيات الحوثية، وصل بنا الحال إلى أن أحد القيادات الحوثية وبالأصح المتحوذة اتهمت المعلمات الذين طالبوا برواتبهم بأنهم مراهقات. أي عقلا يحمل هذا الشخص؟ هذا قيادي حوثي يتوعد معلمات قيادة صبر. هل تعتقد أويس أن هناك سياسة تجويع تتم بحق أبناء تهامة، خصوصا يعني أن جزء من موارد الحديدة ربما الجزء الأكبر يذهب لميليشيا الانقلاب؟ يا عزيزتي، سياسة التجويع هذه منذ عشرات السنين. علي عبد الله صالح حكم لمدة 33 سنة، وكانت ما انتجه الاتهامة أو ما منحه الاتهامة أنه وزع أراضي تهامة لقيادات من سنحاء، من صعدة، من عمران، لم يأتي بالحديدة ولو ب1% من العائد الذي تعود به الموارد هذه المحافظة، محافظة الحديدة، منذ سنتين أو منذ ما يقارب منذ احتلال الميليشيات وقيام عاصفة الحزب، المحافظة الوحيدة أو العامل الوحيد الذي الميليشيات لا تزال تعول على هذه على حروبها ولا تزال تتوسع ولا تزال تفتح الجبهات من هذه المحافظة، من موارد هذه المحافظة. لكن كان من أجدابهم بالأقل أو أن يكرموا هذه المحافظة ولو يرجعوا الطاقة الكهربائية، فقط زيارات للحكومة التي شكلت ما يسمى بحكومة إنقاذ، زيارات لقيادات حوثية. اليوم محمد علي حوثي في محافظة الحديدة، هو لم يأتي إلى أبناء الحديدة لكي يرد لهم جميلهم، لكي يرد هذه المحافظة جميلها لأنها هي من مكنته لأن يستمر ينهب أموالها إلى هذا اليوم. لكنه أجا وصرح وهدد المعلمين بأنهم يوقفوا نعم إضرابهم ما لم تتخذ الميليشيات أو كما قال اللجان الشعبية خطواتها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك. أستاذ أويس المقبول الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. وأنتقل الآن إلى الدكتورة آمنة يوسف، أستاذة النقد الأدبي بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتورة آمنة. مساء النور أختي الكريمة. أهلا بك معنا دكتورة آمنة. يعني يحز بالنفس أن أسألك عن الوضع الإنساني الذي تمرون به. أنت أستاذتي، أنا كنت إحدى طالباتك، ويشرفني أن تكوني معي في هذه الحلقة مع يعني أسفي للحال الذي وصلتم إليه. تفضلي دكتورة آمنة. أختي الكريمة شكرا لك أولا وشكرا للبرنامج. يعني ماذا أقول لك، حالنا في اليمن أكثر من مأساوي. نحن منذ أكثر من عامين بلا كهرباء ولا ماء، والآن منذ 6 أشهر بلا رواتب. وبالنسبة لي أنا، فأنا دكتورة في جامعة صنعاء كلية اللغات بدرجة بروفيسور، يعني درجة عالية أستاذ دكتور. المفروض في أي دولة ثانية أكون عندي اكتفاء ذاتي بمرتبي، أعتمد على مرتبي الذي هو دخلي الوحيد. فماذا تتصورين حالي بلا مرتب، وأعيش الآن على الديون، وبعت كل مدخراتي القابلة للبيع، وأصبح الدين يفوق الراتب أضعاف الأضعاف. ولك أن تتخيلي أختي الكريمة ماذا نأكل وكيف نسدد إيجار الشقة في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الراتب. قسي على ذلك كل شرائح المجتمع. نحن أساتذة جامعة صنعاء والجامعات اليمنية أصحاب رسالة علمية وتربوية، غير قادرين على دفع قيمة أجرة الحافلة التي يمكن أن تنقلنا إلى أعمالنا. ما الذي ننتظره الآن؟ هل ننتظر الموت الناتج عن المجاعة الإجبارية والحرب؟
الحرب في بلادنا حربان، حرب سياسية تستهدف أرواحنا ونحن صامتون وصابرون، وحرب اقتصادية تعمل على تجويعنا، فإلى من نشكو وإلى أين نهرب أختي الكريمة؟ ما معنى اللي نقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ نعم دكتورة آمنة، يعني للأسف الشديد أن يصل الوضع بكم إلى هذا الحال، لكن يعني منذ أن أطلقت ندائك الإنساني هل تتوقعين أن هناك سيكون استجابة لمثل هذا النداء الموجع؟ يعني في نهاية الأمر أنتم تحت سلطة أمر واقع للأسف الشديد يهمها أن تتفاخر بصناعات وهمية تبيعها للمواطنين. ربما دعينا نوجه صوتك للحكومة الشرعية التي يفترض بها أن تلتفت لمسائل مرتبات أساتذتها الأكاديميين. والله والله أختي الكريمة أقول لك الحقيقة، والله أختي الكريمة الآن ما وصل إليه الوضع خلى الناس جعل الناس يفقدون الثقة بكل حكومة، بحكومة شرعية أو بحكومة ميليشيات أو يعني من سوف يعني نأخذ حقوقنا؟ من الذي من المسؤول؟ أين الدولة؟ أين السلطة المنصفة التي يمكن أن تعطينا حقوقنا؟ أنا ما كتبته في الفيسبوك هو يعني جزء يسير من معاناتي ومعاناة الكثيرين، وأتمنى استجابة المجتمع الدولي. لم أعد أشق بحكومة شرعية أو بحكومة تدعي أنها حكومة ميليشيات، يعني جماعات متخلفة تحكمني وأنا العالم الجليل الذي ينبغي أن يكون لي قدري أقع تحت وطأتهم ولا أستطيع أن أنال أبسط حقوقي مرتبي. نعم. إلى هذا الحد يعني وصلت الهمجية. نعم، إذن دكتورة آمنة لا ألومك فيما وصلت إليه من عدم ثقة، ونحن كررناها مرارا، اكسبوا ثقة الشعوب بالوقوف معهم يا حكومة بن دغر، التفتوا لهؤلاء الأكاديميين حملت العلم. يعني أصبحنا والله تائهين، من غريمنا الحقيقي؟ الكل مخطئ، الكل يعني لا يقبل الحل السلمي. الحوار لغة حضارية، الحوار لغة ناس تملك عقول وضمائر. أتمنى أن تصل رسالتك لمن يعني يهمهم هذا الصوت دكتورة آمنة. شكرا جزيلا لك دكتورة آمنة يوسف، أستاذة النقد الأدبي بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة أخيرة لك ضياء، ما هي رسالتك التي تود توجيهها لهذا الشعب الذي ربما كشف كل الألاعيب الذي تدار من حوله؟ أولا تعقيبا على كلمة قالها الأخ محمد الربع، هو قال أن مثل هذه الدعايات والأوهام التي تباع للشعب تأتي يعني تزيد من النصر المعنوي لبعض لأفراد الحوثي. في الحقيقة هذا يزيد من النصر المعنوي للبعض، ولكن أنا كمراقب للوسائل التواصل الاجتماعي وأراقب ناشطي الميليشيا، عندما أراقب صفحات في هذه الأيام آثروا الصمت على الرد على مثل هذه الأوهام والزيف، لأنهم أدركوا أنها زيف وأوهام، لذلك أتت بنتائج عكسية في الحقيقة ضد الميليشيا، والناس يوم بعد يوم يفقدون الثقة بالميليشيا حتى من أتباعهم وفي الجبهات. شكرا. نعم شكرا. نعم. جزيلا لك ضياء السعدي، انتهى الوقت. الناشط السياسي ضياء السعدي، شكرا جزيلا لك مرة أخرى، كنت معنا عبر السكايب من روسيا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.